يعني المغرب على مدار تاريخه يعني نجد هناك نوع من التعايش والتجانس يعني بين كافة الديانات وبخاصة اليهود في المغرب، كيف يعني ترى ذلك؟ خليني بس نشير إلى أن فكرة التعايش والتسامح اللي هو تم بين المغاربة أو واليهود في العالم كان من منطلق حكينا على المستوى الرسمي وعلى المستوى غير الرسمي. على المستوى الرسمي كان هناك علاقة قوية ما بين ملوك المغرب وحرصهم على فكرة التسامح وفكرة ضرورة تغلغل أو تشابك ما بين اليهود المغاربة وبين السكان المغربيين. نعم. وده كان من منطلق أن أعتقد الملك الحسن الثاني كان من أول الناس اللي هم تبرعوا بأرض لبناء أحد الكنائس اليهودية في, 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 في المغرب العربي. ثم إذا رجعنا إلى الملك محمد الخامس كان له دور كبير جدا في حماية اليهود من النازية الألمانية في تلك الفترة. نعم. لدرجة أنهم كانوا اعتبروا هذا الملك هو يعني هو أبهم الأول. ثم نتطرق مرة ثانية ثم يكمل هذا المشوار الملك محمد السادس. كان له يعني مقولة شهيرة الملك. كان له مقولة شهيرة باعتبار أن كل من يعيش على أرض المغرب تقريبا مضمون هذه كلماته أنه رعاية هو مغاربة. رعاية مغاربة. ثم لم يتوقف هذا الأمر إلى هذا الحين حتى أن الملك محمد السادس استكمل هذا الدور بنفسه وأتى بالعديد من المبادرات التي تؤكد على حرصه على هذا التعايش وهذا التسامح، لدرجة أنه تقريبا قام بإحياء العديد من المعابد والأديرة والكنائس اليهودية في المغرب العربي، أعتقد من أمواله الخاصة تقريبا. في بعض الدراسات قدرت ما يقرب من 30 مليار مليون من 300 مليون دولار أودعها هذا الملك لهذه الرعاية. على مستوى الإنسان، المستوى الاجتماعي الغير الرسمي، هناك في تشابك كان واضح جدا، حتى أن العادات والتقاليد فيما يتعلق بالترابط في بين الأسر المغربية والأسر اليهودية، فيما يتعلق بزيارة الأضرحة والقبور، وفيما يتعلق حتى العادات المرتبطة بفكرة النزور وفكرة الزواج، وما يتعلق بفكرة حتى السيدات التي يسعين إلى الحمل والرضاعة وخلاف كل العادات. في تصوري هذا التجانس وهذا التقارب غير الرسمي أدى إلى تقارب واضح جدا و تسامح ما بين اليهود في المغرب وبين المغاربة السكان الأصليين.